قبل التاريخ من العصر الحجري القديم ولدت مدينة من هذا السهل. كان البحر غربها وكانت الجبال تزنرها من كل حدب وصوب. ولد ما بين هذه الأرض وسكان البلدة علاقة حب أزهرت ألوانا وخضرة، ويا سبحان الخالق، هذه الطبيعة لا يمكن أن نجدها إلا في بلدة عدلون جنوب لبنان. فأهلا وسهلا بكم في ضيف كريم في جنوب لبنان بلدة عدلون. يحكى أن عدلون كانت مسكونة بالناس منذ قرون غابرة، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن عدلون البلدة الآن توسعت حتى أصبحت تشبه مدينة صغيرة، ولكنها لا تزال تحتفظ بحبها للأرض. البحر في عدلون شديد الزرقاء يستمد لونه من السماء، ولعدلون مع البحر قصص يحكيها جمع من الصيادين لا يزالون يبحرون بحثا عن رزقهم تحت الماء، بينما يحكي لك الفلاحون قصص شجر الموز والليمون وزراعة البطيخ العدلوني في مواسم الصيف. لعدلون حكاية مع الطبيعة. عدلون حارات وعائلات وأحلام كثيرة موزعة بين الشوارع والأزقة. لنعرف بعض هذه الحكاية نستقبل الأستاذ علي مطيرك، وهو المدير السابق لثانوية البلدة. أهلا وسهلا فيك أستاذ معنا. لو نتحدث أولا عن تاريخ بلدة عدلون وبماذا تتميز؟ عدلون من القرى الساحلية. عدلون لها تاريخ قديم، تاريخ مع الإنسان الأول، يعني أول إنسان سكن المنطقة الساحلية ساحل شرق البحر المتوسط كان بعدلون. في بالمغاور تحت في آثار لإلون، وجدت آثار لإله، ومن ثم طبعا الإنسان الأول، ومرت بالتاريخ بفترات تاريخية. أيام الفينيقيين كانت كمان على الساحل. انبنت أول ما بنت عدلون انبنت على الساحل، على الساحل على شاطئ البحر. بس نتيجة الأوضاع، نتيجة الغزوات، فكانت هي بتشكل مثل خط الدفاع الأول عن سور، والخط كمان دفاع عن صيدا، يعني هي كانت الممر للجيوش الغازية تهدمها كل إذا راحت من الشمال للجنوب أو من الجنوب للشمال. فطبيعي نتيجة هالأوضاع هذه أهلها تركوا الساحل واتجهوا لما بعد الساحل فوق التلة الربوي اللي موجودة على الساحل بالمنطقة اللي كنا فيها تقريبا قريبة هون. هذه نواة الضيعة. هلا هذا من ناحية ما يميز عدلون بلد زراعي تشتهر بشكل أساسي بزراعة الموز والحمضيات، بس تشتهر أكثر ما تشتهر بالبطيخ. البطيخ العدلوني مشهور ومعروف، معروف لدرجة أنه حتى في بالعالم كله صاير هالاسم بطيخ عدلون، البطيخ العدلوني. طبعا هذا الشهرة أتت من تعب وجهد مزارعين أهل عدلون، والأرض الخصبة اللي كانت بالسهل الساحلي، يمكن أخذتوا صور عنه. الآثار هي بشكل أساسي، بشكل رئيسي تتمركز على ساحل، يعني إلى الغرب من عدلون، حيث في إنه المغاور، وأهم هون مغارة أم البزاز اسمها، وهذا الاسم المعتمد بمديرية الآثار أم البزاز. نحن الآن في أجواء شهر رمضان، ماذا عن العادات أهل بلدة عدلون؟ كل يوم في دعاء على الميكروفون، دعاء كل يوم بيومه.
في دعاء نهار الجمعة، في دعاء ليلة القدر أو إحياء ليلة القدر بتصير بالجامع. يعني نحن صرنا عاداتنا أقرب للمدينة منها للقرية. يعني عدلون أكثر من قرية وأقل من مدينة. هيدي العادات اللي صرنا، يعني فينا نقول إن عاداتنا صارت لا هي قروية ولا هي مدنية، وصرنا مثل الغراب. العادات الرمضانية إنه على السحور مسحور، في كان في حدا يقوم مثل بفيق، هي ما عادش موجودة. يعني كان مثلا كل 4-5 بيوت حد بعض يروحوا ياكلوا مع بعضهم، بالعيد يعملوا فرحة يدكوا، هو ما عادش موجودين. لدرجة انه يعني رمضان صار كل بيت لحاله. هلا يعني رمضان انا برمضان انا وولادي او انا وولادي واهلي، يعني هذه الاسرة ما عادش في اسرة ممتدة لدرجة انه كلهم، او ما عادش في حتى مع جيراننا، مع الجيران ما عادش فيه. هذه العادات اللي العادات الرمضانية ما عادش فيها عادات رمضانية بالمعنى الرمضاني او المعنى الفلكلوري الحلو. عدلون، كتاب تاريخ غني بالحضارات والثقافة، شكرا أستاذ علي متيرك على هذه المعلومات التي قدمتها لنا. المغاور في عدلون كانت مساكن ومقابر، انتظرونا بعد قليل. كان أهل عدلون ما قبل التاريخ اتخذوا من هذه المغاور بيوتا ومساكن وحتى مقابر، ولا تزال الآثارات تدل على حقبة غريبة عجيبة مليئة بالأساطير. هذه المغارة تجاوز عمرها نحو 150,000 سنة. لقد دلت الحفريات القديمة والحديثة على أن هذه المغارة مرت بعصور ثلاث: أولاً العصر الحجر القديم الأسفل، ثم العصر الحجر القديم الأوسط، ثم العصر الحجر القديم الأعلى. وقد سكنها الإنسان الأول الذي يسمى بإنسان ياندرتال، الذي وجدت آثار هياكل عظامه في مدينة أجبيل، وقد وجدت آثاره كذلك في هذه المغارة. وقد مر على هذه المغارة عهود كثيرة وشعوب كثيرة، فسكنها الإنسان وكان يأوي بها من الحيوانات ومن البرد ومن قرص البرد، وكان يجعلها مقراً له طيلة حياته، إلى أن في العصر الفرعوني فقد مر عليها الفرعون تحتمس الثاني، الذي وقف على باب هذه المغارة ونقش له نقشا حصانا يمتطيه وبيده سيفا، فهذا يدل على أن تحتمس فرعون مصر الثاني قد مر من هنا. هذه المغارة تتالت عليها شعوب عديدة، ومثلها كذلك عندنا في عدلون على الشاطئ الآثار الفينيقية القديمة التي تمتد من شمال عدلون إلى جنوب عدلون، وكذلك في السهل وكذلك في الجبل يوجد آثار كثيرة فينيقية وبيزنطية ورومانية. فالآثار البيزنطية هناك على أبو الأسود هناك جسر قديم، جسر بيزنطي قديم بني سنة 750 قبل الميلاد في العهد البيزنطي، وهو عبارة عن جسر مؤلف من مئات الأحجار الكبيرة التي يتجاوز وزنها الطن وما فوق. وكذلك في عدلون في الضيعة فوق يوجد أديرة رومانية وأديرة بيزنطية كذلك ما بعد الميلاد. هذه هي الآثار الموجودة في عدلون.
فجاءت بعض الشركات لتحفر هذه الآثار، فأخذوا منها الكثير والكثير من الآثار المنقوشة وغير المنقوشة، وضاعت هباء منثورة. والآن هي قيد الإهمال ولا أحد لا يهتم بها. أخرى من حكايات الآثار هنا في بلدة عدلون، يقال أن نبي الله الساري لجأ إلى هذه المغارة هربا من الكفار قبل موته في رأس الجبل. إلى مقام النبي الساري تابعونا بعد الفاصل. للنبي الساري في عدلون حكاية يحفظها الناس، فهو عبد صالح جاء إلى هنا ونشر الأخلاق والفضيلة والمحبة، وعندما مات أقاموا له هذا المقام، ويمكن للعابرين من صيدا وصور أن يروه شاهدا شامخا. الحقيقة بموضوع التاريخ للجذور الأساسية للمقام، في وجود ضريح بس ما لقينا بالكتب أو بالمراجع شيء يعني بدل على موضوع بدل على ماهية المقام. إنما في شيوع متعارف عليه صار من زمان لهلا إنه في مقام للنبي ساري. بيذكر السيد محسن الأمين بكتاب أعيان الشيعة أنه يوجد في عدلون مقام اسمه مقام النبي ساري. بموضوع المقام نحن بشرنا بال2005. المقام القديم كان عبارة عن غرفتين صغار، هؤلاء الغرفتين مساحتهم تقريبا حوالي 60 متر مربع، وبالتالي هو مزار وموقعه على جنب الأوتوستراد مما استدعى أنه نقوم بعملية توسع. فكان بالبداية حطينا خطة عمل أنه نخلي الغرفتين ونوسع حواليه، وبشرنا على هذا الأساس الحقيقة بالدراسة الأولية اللي كانت معمولة. ولكن الحجر اللي كان معمر في المقام كان حجر قديم جدا، وصار فيه اهتراق يعني ما عاد بيصلح أنه يستمر. فكانت الفكرة أنه لا نرجع نشيلهم ونخلي نفس سنخية الحجر القديم. جبنا هذا الحجر الصخري اللي هو جبناه من بلدة الريحان وخليناه من الصخر القاسي القوي، وعدنا نشتغلهم هون حجر حجر يعني مشغول على الإيد مش مشغول على المكانات.
بشرنا بال 2005 بإعادة توسعة المقام ورجعنا هدينا، يعني كأنه تم إعادة المقام من جديد بدراسة بتراعي العمارة الإسلامية، الأناطر، العقودة، القبة، الميدانة، الباحة الخارجية، يعني كله هيدا راعينا في العمارة الإسلامية اللي كثير محبز هو بالصلاة داخل الحجر أو التربة، كثير مهم للصلاة موضوع الله. فنحن بشرنا بإعادة بال 2005 وبعدنا هلا مكملين، يعني عندنا بعد قسم ثاني بس المقام، وبال 2010 تقريبا كنا خالصين على الآخر من جوا. والقسم الخارجي هلا عم نشتغل حيطان دعم خارجية وعم نستكمل بعض الأعمال. والهدف الأساسي من المقام هو تأمين الراحة للزائرين الكرام، اللي صار هو مقصد لكل الزوار من كل لبنان والعالم، يعني العالم العربي الإسلامي، كل اللي بيجي على لبنان صار عم يقصد المقام كمزار وكمحطة دينية وسياحية بنفس الوقت، لأنه قربوا على الأوتوستراد، موقعه المطلع على البحر، هيدا أعطى أنه يكون مقصد للزوار. فموضوع البرنامج اللي هو الهدف الأساسي من المقام، يعني مثل طبقا مصداقا للآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هو الحقيقة العمارة بالحضور وبالثقافة هيدا الهدف الأساسي، ولا هاي الأمور اللي نحن عم نهيئها لأنه الإنسان يكون مرتاح بصلاة وبالدعاء. نحن عاملين برنامج بالمقام، برنامج ثقافي مستمر، من صلاة جماعة، من دروس ثقافية، من صلاة جمعة، من إحياءات، وبالأخص بأجواء ليالي القدر. نحن هيدي من أهم الليالي المباركة اللي منقوم فيها بالإحياء بالمقام، وبيكون المقام عم يعيش بالزوار واللي عم يدعو واللي عم يصلي. فهيدي من أهم الأعمال والبرامج الثقافية اللي هي بتيجي بليالي القدر وبليالي شهر رمضان المبارك. الوجدان إلى صوت استمد عذوبته من صلابة الصخر وورق الشجر. بعد قليل ابقوا معنا. بينه وبين زهرة قصة عشق. زهرة هي والدته الحنونة التي أعطته من قلبها لغة الحب. إنه المنشد حسن علامي الذي يوزع صوته في البيوت ناشراً الفرحة في مواسم الحزن. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. أولاً كيف بدأت مسيرتك الإنشادية؟ بداية السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. أنا بدأت بالمسيرة الإنشادية سنة 2000، وقت الانتصار، وقت اللي اندحر العدو الصهيوني من أرض الجنوب، من أرض البقاع. بلشنا بمرحلة الإنشاد من وقت سنة 2000، وقت نزلنا أنشودي يا كربلاء بجاه الحسين، ولقينا صداها كتير واسع بالعالم العربي ككل، يعني بلبنان خاصة، ونحن مستمرين، ولقينا إصرار من الناس انه لازم نستمر بهيدا المجال، لانه هن بيحبوا هيدا النمط، حبوه كتير لانه فات على قلوبهم ولمسهم، لمس مشاكلهم، لمس حياتهم اليوميه، والله يقدرنا ونكون مصدر ثقه عند هيدا الناس. تحدثنا في المقدمه عن العلاقه بينك وبين الوالد، وانت تقول انه الوالد سر النجاح، ما السبب؟ يعني انا اذا بدي اوصف نجاحي أو سر نجاحي هو أمي، منشان أنا وصلت لمرحلة مع والدتي خاويتها، يعني مش مثل أي علاقة ولد بأمه، أنا خاويتها لأمي. أمي كان عندها مرض وأنا كنت واقف جنبها خلال 9 سنوات، كانت تعاني من غسيل كلى، تغسل كلى. أنا
كنت معها خلال هذه الأعوام التسعة، تركت الوظيفة، تركت كل شيء أملكه بالدنيا وتفضيت تفرغت بس لخدمة أمي. فكانت هي السر، هي النجاح، هي كانت تواكبني بكل أعمالي، بكل البلدان اللي روح عليها، بكل شيء بدي سجله، بأي خطاب بدي أخطبه، بأي مصيرة بدي أمشي، بأي مولد بدي أطلع على المسرح فيه لقيها جنبي، لقيها حدي، حسة إنها موجودة جنبي بالدعاء تدعيلي. حتى أهديتها مقطع بعد ما توفت، قلت لها شو كانت أفرح وقت ما شوفك، ومرق أنا شفافي على كفوفك، وأنتي بدعواتك رفعتيني، يمي ما بنسى بيوم معروفك. هي سر النجاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمني ويلهم أولادها الصبر والسلوان. نحن الآن في أجواء شهر رمضان، ما هي أعمال هذا الشهر وشو محضر لنا؟ عندنا شهر رمضان المبارك، يعني أعاده الله علينا وعليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والبركة إن شاء الله. نحن في شهر رمضان بكل سنة نحن عنا عمل، عنا أنشودة أو عنا تصوير كليب بخص شهر رمضان المبارك، وهلأ عم نتحضر لتسجيل أنشودة بعنوان هلا هلالك يا رمضان، رح نبلش فيها إن شاء الله تسجيل قريبا. نحن عم نحكي كنا بالنسبة للأنشودة اللي عم سجلها هلا هلالك، إذا لقيت عندي وقت رح صورها فيديو كليب، وإذا ما كان عندي وقت نحن نستخدمها هون أكتر شيء على سحور محل مسحراتي، لأنه معاش موجودة، يعني قليل ما بعد في حدا عم بفيق على سحور الناس، منحط هيدا الأنشودة على مكبرات الصوت، فالعالم بتلاقيها أنه كتير مبسوطة من هيدا الجو، تصير السيارة مكبر الصوت، يعني يمشي بكل الأحياء بالبلدة، وحتى برات بلدنا كمان عم بفوتوا على كل المناطق عم بفيقوا على السحور بهيدي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هلالك يا رمضان تحيينا، هلا هلالك من العذاب تنجينا، هلا هلالك يا رمضان تحيينا، هلا هلالك من العذاب تنجينا، ففيه قوموا يا كرام إلى الصلاة، فإنه ذخرا لكم يوم الممات، ففيه قوموا يا كرام إلى الصلاة، فإنه ذخرا لكم يوم الممات. هلا هلالك يا رمضان تحيينا، هلا هلالك من العذاب تنجينا، ففيه نور الله يا خير الليالي، ليلة فيها الملائكة تنادي، ففيه نور الحق أضحى مناديا، مناديا فزت ورب السماء. هلا هلالك يا رمضان تحيينا، هلا هلالك من العذاب تنجينا. هيدي بعض من الكلمات من القصيدة، ونسألكم الدعاء إن شاء الله بالتوفيق. المنشد حسن علامة، أريد أن أشكرك على هذه المقابلة وأتمنى لك التوفيق في كل أعمالك. ضيف كريم حل ضيفا في بلدة عدلون الجنوبية، أرض الحكاية الغابرة، فشكرا جزيلا على هذه الضيافة.